اليوم غندير معكم واحد شويه ديال الكبده غابيد غير في الفور. هنايا ما داير لا مجمر لا شوايه لا والو، وطريف ديال الكبده بهذا الشكل هذا ان شاء الله. وعندي القليب وعندي جوج ديال الكلاوي، يعني ما كايناش بزاف الناس كيستعملوها هنايا في الغربه، ما كيعرفوهاش الناس بزاف، وانا غنديرها معكم باش يشوفوها الناس كيفاش دايره. في العود ما نبقاو نقلبوا على الشاربون الفاخر وهذه، غنديروها الطريقه في الفور ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا غنحطها فوق الكري ديال الفور فوالا، وهنايا هذا القليب حتى هو غادا نحطو هنايا، وهادو لي الكلاوي تاع القلمي فوالا هاهما غنحطهم هنايا، وغادا ندفعهم للفور. وهنايا راني دفعتها للفور، من بعد ان شاء الله وغادي نرجع معاكم. راه شوات واحد شويه من الفوق، غادا نقلبها خاصك بجوج الجوايه كاع تشواو، ونقلب هذا القليب هذا اللي ما عندوش قليب الله يعطيه ليه، كلشي قليب نتاع الصح، نقلبهم واحد شويه ونرجع معاكم نوريكم. نقطعوها طرونش بحال هذا الشكل هذا، من بعد ما تشوات احنا نقطعوها هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نردوها للفور ثاني لان باقي عندها شويه هنايا، باقي شويه نيه، باقي خضر شويه. غادي نردوها ندير لها شويه الملحه وردوها للفور، ومن بعد نرجعوا معكم، ومن بعد نرجعوا معكم ان شاء الله على هذه الطريقه. هذه ملي كيكون بنادم ساكن في الباطيمات وما عندوش فين يشوي، ما عندوش فين هذه يدير هكا، غير هي ما تنساوهاش في الفور، باسكو الا تنساوها تيبس ما تبقاش مزيانه، خاصها هي الكبده تكال شويه طريه ولكن ما تكونش ثاني خضراء. هذا هو اللي بغيت نوصل المعلومه، هي هذه خاصنا دائما الكبده ما تشحش، الا شحفت ما كنقدروش ناكلوها. المهم ها هي بهذه الطريقه كلها نقطعها كامله ونرجع معاكم. هنا غنصفو طريفات ديال الكبده ها هي، حنا ما غنخليهمش حتى يطيبو كومبليتمون، غير ما يبقاوش سينيو ما يبقاش خارج منهم الدم، صافي نصفوهم هكذا وندخلهم للفور. والقليب توا غندير ليه بحال هكاك، وحنا غندخلهم للفور دابا. ملي تشوات نص شويه هي هذه، درت انا كنقطعها طريفات بحال غنديروها في بولفاك ونديروها في المجمر، ولكن حنا ما غنديروهاش في المجمر، شفتوا ما فيها لا دم لا والو، ورطبه ما قاصحه ما حتى شي حاجه بهذا الشكل، ونديروها في الباسينه وندير لها الطبق العطريه. غادي نرجع معكم من بعد ان شاء الله. فوالا هكا هنا وهذا ترجع للفور من بعد ان شاء الله. وعلى هنايا غندير شويه الملحه، هذه الكبده اللي قطعتها ها هي، وهنايا عندي شويه ديال العطريه البابريكا، فلفله حمراء، سكينجبير، فلفله حمراء نص معلقه، سكينجبير نص معلقه، الكمون معلقه صغيره، البزار راس معلقه، هادو اربعه ديال الحوايج العطريه مع الملحه هي خمسه. المهم هادو غادي نرشهم بحال هكا فوق الكبده بهذه الطريقه هذه باش يجيو بنان ولداد، واللي ما بغاش يدير العطريه ما يديرهاش، مي يدير غير الكمون والملح فقط، اللي ما بغاش يدير العطريه ما يديرهاش، واللي عنده الثومه يابسه يقدر يديرها، ماشي ديك المطحونه تكون مهروشه شويه. انا عندي هنا الثومه خضراء، واللي بغى يدير فيها شويه القزبر ولا المعدنوس يقدر يدير، انا درت القزبر درته غبره فوالا. دركا هادو غادا نخلطهم بواحد شويه ديال الزيت، هنا عندي شويه ديال الزيت هاهما خلطتهم بهذا الشكل هذا،
ونخليهم سور لو كوتي، وغادي نمشيو نديرو شي حاجه اخرى ان شاء الله اللي غتلددهم اكثر. فوالا، انا هنايا مني رقدت الكبده ديالي وصوبتها هنايا، هنا انا غندير لهم هاد الطريقه، راه طريقه جديده وتخدم مزيان. فوالا تنديروا صديبو طروفه ديال الكبده قداش، انا درتهم بهاد الحجم هذا هكا، درتهم قد هاك. غندير ثلاثه ديال الحبات في هاد لو كوردون بهذا الشكل هذا، او جوج بحال دابا انا هذا، حبات كانوا كبار جاوني جوج فقط، ونحطهم في البلاطو. هنا غناخذو الشحمه هنا هي هذه بهذه الطريقه، هذه كما كنديرو بكري، ولكن كتحول غطيب في الفور وكنديروهم في القطبان اللي ما ممثلش نديروهم فيهم بهذا الشكل هذا. خلاص هذه جاوني ثاني جوج هذا. ولا بغيتو وما عندكمش هاد لي هاد لي كوردون، تقدروا ديروا هادوك ديال الكبار حتى هما يجيو، ماشي مشكل بهذا الشكل هذا. وحنا هذا الشيء كامل حيت ما عندناش الفاخر فين غنطيبوه، ماشي ما عندناش، عندنا كل شيء غير هنا في لي زيشالام، ماشي بحال الديور ما تقدريش. فوالا دونك حنا هنايا درناهم، من بعد كي نكملهم غنستفهم كاملين في البلاطو ندخلهم للفرن، من بعد ما وجدوا معنا غادي نوريهم لكم ان شاء الله، نزيد معكم شي حبات على معليش. مبروك عليكم العام الجديد، يدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبالايمان وبالتقوى والنجاح لوليداتكم وشنو كتمنوا ان شاء الله يا ربي هكا. وفوالا هذا هو في العام الجديد، رحنا اليوم دونك نتمنوا لكم كل خير ان شاء الله، وشنو بغيتوا في خاطركم ان شاء الله توصلوا ليه. فوالا انا غنصف هذه في القطيف بهذا الشكل، ونهز اخرى ثانية هكا، نزيدها واحدة اخرى هي هذه، نزيدها واحدة اخرى هذه، هي هزات ليا ثلاثة. دروك غنزيد معاكم حيدات اخرين ونخليكم حتى يوجد ليا كل شيء ان شاء الله. ها هو بولفاف ديالنا وجد معانا، احنا نقولوا بولفاف صحاب كازا، وهذه الكبده هي اللي كنقولوا لها بولفاف. المهم هي وجدات بالطريقه ديال الفور، الطريقه ديالي هذه الكبده اللي درت معكم، ها هي بولفاف بجوج ديال الكبيدات في واحد الكوردون بهذه الطريقه هذه، وهذا القليب والكلاوي اللي درت معكم هما هادو، درتهم هادو عي في المقله ما درتهمش في الفور. فوالا و تشوفوا الي ترو 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 بون ولداد وزويونين.